صرف ومكان من أخلاق. أيها المسلم الكريم، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الأحباب، إن من الأمور التي دعا إليها ديننا الإسلامي دعوة إلى الأخلاق الكريمة، دعوة إلى الأخلاق الفاضلة. ولذا قسم العلماء الإسلام إلى ثلاثة أقسام: عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة وتتمثل في توحيد الله تبارك وتعالى، والشريعة تتمثل في العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا من صلاة وصيام وزكاة وحج وأخلاق. وهذه الأخلاق تعاملك مع الآخرين، وهذا الذي من أجله بعث المولى عز وجل إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إننا بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إننا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أيها الأحباب، إن للأخلاق مكانة عليا في الإسلام تفوق درجة الصيام والقيام، كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، فما أحوجنا أن نتخلق بالأخلاق الكريمة وأخلاق الصيام التي أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم الكريم، لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أفضل في الميزان من تقوى الله وحسن الخلق، ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من تقوى الله جل وعلا وحسن الخلق. والعبادات كلها التي شرعها الله سبحانه وتعالى عليها دعوة إلى الأخلاق. فانظروا أيها المسلم الكريم، ما فرض المولى عز وجل علينا الصلاة إلا أن ينتهي عن الفحشاء والمنكر وسائر المبطلات. قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. المولى عز وجل ما فرض علينا فريضة الحج إلا لكي نهذب أخلاقنا، فقال المولى عز وجل في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا علمنا وارشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. دعوة إلى الأخلاق. أيضا هذه الزكاة التي فرضها المولى عز وجل علينا لها غاية ولها هدف، هي أن تنقي النفس البشرية من الشح ومن البخل. أما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الزكاة دعوة إلى الأخلاق الكريمة وعدم شح النفس وبخلها، والدعوة إلى مكارم الأخلاق. هذه العبادة التي نحن بصددها، ألا وهي عبادة الصوم، ما فرضها المولى عز وجل علينا إلا لكي نهذب أخلاقنا. فكيف بك تكون صائما وأنت صادق اللسان؟ كيف بك تكون صائما وأنت تتكلم وتقوم في أعراض الناس؟ هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام وهكذا علمنا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع
العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب، لزاما علينا أن نستغل شهر رمضان وهذه النفحات الإلهية والربانية فيما يرضي الله تبارك وتعالى. أما تعلم أيها المسلم الكريم أننا في نفحات إلهية أطلق بها المولى عز وجل علينا، فلزاما علينا أن نستغل هذه النفحات وأن نتحلل بمكارم الأخلاق كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم الكريم، انظر إلى سيدنا رسول الله حينما قال: أنا سعيد ببيت في روض الجنة لمن ترك الغرار ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فكيف العبادات ليست صلاة فحسب، العبادات ليست زكاة وصوم فحسب، وإنما الدين المعاملة. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأرشدنا، وما انتشرت دعوة الإسلام إلا بحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه. فلزاما علينا أن نقتدي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نستغل هذا الشهر الكريم فيما يرضي الله تبارك وتعالى، إنه شهر الزرع